نهار اللي عرفت امتى غنموت كنت في كندا ومشيت شفت واحد لوموان تيبيتان حيت كنت في اكتئاب كبير وبجيت كنشوف معاه كيفاش يقدر يعاونني في الاكتئاب ديالي. ملي كنت كنعاودو على الاكتئاب ديالي قبل طريقه وقيت فيها شي حاجه وطواها وعطايا قال لي هكا لاله هادي هنا عندك لا دات امتى غادي تموتي. هادشي ورثته من جداتي كنقدر نقرا الناس امتى غادي يموتوا. انا تبهت قال لي دوك الا خديتي هاد الورقه قولي لي علاش بغيتي تاخديها. رفضتي تاخديها قولي لي علاش رفضتي تاخديها، ولكن قبل جاوبيني وقولي لي ملي غتاخدي هاد الورقه وغتقراي لا دات اللي غتموتي فيها واش عشتي كما بغيتي، واش كاع الحوايج اللي كنتي باغا ديريهم درتيهم، واش الحوايج اللي هما كانوا قاطين لك على قلبك درتيهم، واش الناس اللي كنتي كتبغي قلتي لهم كتبغيهم، واش الحوايج اللي هما كانوا مهمين في حياتك حققتيهم. هو كيهضر معايا وانا كنبكي ونشاق وكنبكي ونشاق وكنبكي ونشاق. علاش؟ حيت لقيت راسي بزاف ديال الاسئله الجواب كانت لا لا هذه ما درتهاش وهذه ما قلتهاش وهذه ما حققتهاش وهذه ما وصلتش ليهاش وهذه غادي نمشي. لقيت راسي غنمشي بواحد لي روغري واحد الندم كبير. ايفيكتيمون قلت له عطيني الورقه خديتها. ملي خديت الورقه حليتها لقيتها خاويه ويقول يا لالا الاعمار بيد الله ولا يعلم بالغيب الا الله. بيان سور داكشي انا ما نقدرش نعرفه، ولكن كنت بغيت نعطيك الطرشه باش تفيقي من هاد لا ديبرسيون. ما عندكش علاش تكوني اون ديبرسيون، عندك بزاف د الحوايج اللي تقدري تكوني فرحانه بهم وفخوره بهم وحمد الله عليهم. ايفيكتيمون الطرشه خديتها هذاك النهار عرفتي فقت. قال لي ودابا الا عرفتي راسك غير ما غتموتي من هنا سيمانه شهر شنو هما الحوايج اللي غديري، وبديت بواحد الطاقه بواحد الايجابيه وبواحد عرفتي بواحد لا فورس انكرويابل غندير هادي وغنسافر هنا وهاد السيد غنعيط له نسامح معاه وهاد السيده غادي ندير معاه هاد المشروع وهذا وهذا. اي سا ما انورميمون ايدي على ليبوك. دونك حتى انا بغيت نقول لكم الا انت غدا عرفتي لا دات اللي غادي تموت فيها واش راضي على حياتك ولا لا، واش عاجبك حياتك ولا لا، واش فخور بحياتك ولا لا، اولا انت بحالي كاين بزاف د الحوايج اللي تقدر تندم عليهم حيت ما درتيهمش. كانت معكم ناهد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم. عجبتك لا فيديو؟ ايوا ما فيها باس امتي بوس باش نعرفها بما عجبتك، خلي لي ان كومونتير باش نجاوبك. احسن حاجه تقدر دير هي ابونتو باش ما تفلت والو.